نظم معهد علوم البحار والمصايد وجهاز شؤون البيئة بالبحر الأحمر دورة تدريبية حول الطاقة الجديدة والمتجددة والبدائل. تناولت الدورة ملفات الطاقة الجديدة والمتجددة واستغلال المصادر الطبيعية كمصادر للطاقة والتغيرات المناخية وأسبابها وتأثير الوقود الأحفوري في ظاهرة التغير المناخي. النهارده في برنامج تدريبي تحت عنوان الطاقه الجديده المتجدده والتحديات اللي بتقابل مصر في مجال الطاقه الجديده المتجدده. البرنامج يتم بالتعاون بين جهاز شؤون البيئه والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد. الهدف منه رفع الوعي البيئي وتوصيل المعلومات الخاصه بالطاقه الجديده المتجدده وتحديات مصر في هذا المجال. الدوره التدريبيه النهارده دي الدوره الثانيه التي تعقد هذا العام في المعهد القومي لعلوم البحار بالبحر الاحمر بالتعاون مع الجمعيه المصريه لتنميه مشروعات الشباب بالسويس والجهاز شؤون البيئه المصري. الدورة بتنعقد حول الطاقة الجديدة والمتجددة كمستقبل واعد لمصر وكيفية الاهتمام بمصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة ان احنا عندنا اكتر من مصدر زي الطاقة الشمسية وعندنا طاقة الرياح الممتدة على ساحل البحر الاحمر. ودي سلسلة محاضرات بنعملها طول السنة بنهدف الى تنمية الوعي البيئي للمختصين بالبيئة وعلوم البحر بالذات. الدورة النهاردة بتتكلم على الطاقة المتجددة كبديل لاستخدامات الطاقة الغير متجددة اللي هي البترول والغاز. بنحاول نعرف الناس قد ايه الانبعاثات اللي بتطلع من الطاقة الغير متجددة اللي هي البترول والغاز والفحم، وازاي هي اثرت كانبعاثات في التغير المناخي اللي هو حاصل دلوقتي.